السلام عليكم أخوان الصيادين، سوف نتحدث اليوم عن كيفية فحص البطارية عن طريق جهاز الباتري لود تيستر. يسمح لنا هذا الجهاز بفحص البطارية ما إن كانت في وضع جيد أو تحتاج إلى شحن أو تحتاج إلى تغيير، والطريقة كالآتي: توصيل القطب الموجب بالقطب الموجب، وتوصيل القطب السالب بالقطب السالب، ومن ثم نتابع نضغط على زر الاختبار مدة من 7 إلى 10 ثواني، نتابع حركة المؤشر. فإذا كان المؤشر في المنطقة الخضراء فهذا يعني أن البطارية في وضع جيد، أما إذا كان في وضع الأصفر أو في المنطقة الصفراء فهذا يعني أن البطارية تحتاج إلى شحن، أما إذا كان في المنطقة الحمراء فهذا يعني أن البطارية تحتاج إلى استبدال. قطب الموجب والقطب السالب ينتج عنها 24 فولت.